السلام عليكم. لو بتدور على موبايل في فئة ال 4000 جنيه، فانت قدامك 3 خيارات: الريلمي نوت 15، او الريدمي اي 3، او الانفينكس سمارت 8. فخلينا في الفيديو ده هناخد مقارنة سريعة ومفصلة في نفس الوقت تخليك تاخد قرار تشتري اني موبايل في الفئة السعرية دي. طبعا الموبايلات دي كلها موجودة في كل فروع محلات الباشا، تفاصيل اكتر هتلاقيها تحت في الديسكربشن. ويلا بينا نبدأ الفيديو. وخلينا نبدا الفيديو بان انا اديك نبذه سريعه عن كل موبايل، ونبدا اول واحد بالريلمي نوت 15. والنوت 15 هو موبايل بلاستيكي بالكامل بكاميرات تحسسك انك ماسك ايفون اخوه، بجوده بناء محترمه وبصمه جانبيه سريعه وحلوه، وشاشه اماميه 6.7 بوصه بدقه اتش دي وتردد 90 هرتز وسطوع 500 نت، مش هيخليك تشوف تحت الشمس باريحيه كبيره. صوت السماعه هنا احادي من الاسفل، متوسط العلو واقل من المتوسط في النقاء والجوده. معهود مكان سماعه 3.5 مللي، صوت سماعات مكالمات حلو، ومايك وحيد حلو. وهنا هتلاقي تطبيق مكالمات جوجل، ومتقدرش انت تنزل تطبيق اودايلر. هتلاقي مستشعر تقارب حقيقي، وبالتالي تجربة مكالمات وسماع وفويسات جيدة. تجربتي مع الشبكات ما كانش فيها مشكلة. كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل بتديك صور مش وحشة، وسيلفي 5 ميجا بكسل بتديك صور برضو مش وحشة بالنسبة للفئة السعرية دي اللي هي اصلا ما فيهاش كاميرات قوي. البطارية هنا هي 5000 ملي امبير، وبيشحن بشاحن 10 واط بس، ومرفق في العلبة. والموبايل ده بيجي بمعالج اليونيسوك T612، وده معالج تقريبا في نفس مستوى الهيليو جي 80، قريب جدا من اليوني سوك G606 ولكن بالترددات اعلى شويه، مع 3 جيجا رام و64 جيجا ذاكره داخليه. دي النسخه اللي معايا، لكن في نسخه اعلى من كده. ومع سوفت وير يعتبر ان هو مخفف، هو بيجي على اندرويد 13، واجهه من بره تبان انها واجهه ريلمي، لكن من جوه هي مش واجهه ريلمي، هي اقرب للخام، ما فيهاش اي مميزات تذكر غير يمكن نسختين من نفس التطبيق. بيدي الموبايل اداء الى حد كبير مريح جيد لطيف، تقدر تستخدمه في الاستخدام اليومي بشكل جيد، ويديك اداء العاب برضو جيد سواء ببجي، كول اوف ديوتي، اي فوتبول وغيره، لكن باعدادات متوسطه الى قليله. اما الموبايل الثاني اللي هو الريدمي اي 3، فهو موبايل بلاستيكي بالكامل، مزيج كده من البلاستيك اللامع في الظهر مع اطار مطفي وكاميرا دائريه كبيره في النص. شكله لطيف برضه، ما تحسوش ان هو رخيص. بوزن 193 جرام وسمك 8.3 ملم، فتقيل شويه وصعب المسكه بايد واحده. شاشه اي بي اس بدقه اتش دي وحجم 6.7 بوصه وتردد 90 هرتز وسطوع حوالي 500 نتس، مش هيخليك تشوف باريحيه في الشمس. صوت الموبايل هنا احادي، صوته جيد العلو لكنه تحت المتوسط في الجوده، وبشكل غريب فالسماعه موجوده بالاعلى مش بالاسفل في مكان غير مألوف خالص، وفي منفذ هاند فري 3.5 مللي، ومايك واحد صوته جيد وسماعه مكالمات جيده، لكن ما فيش دعم لاي تقنيه صوت دولبي ولا غيره. هنا في تطبيق مكالمات جوجل، وللاسف ما فيش مستشعر تقارب حقيقي. وتجربتي مع الشبكه كانت جيده، ما واجهتش فيها مشكله. البطاريه هنا هي 5000 ملي امبير وبشحن 10 واط، وموبايل بيجي بكاميرا 13 ميجا بكسل برضه خلفيه بتديك اداء صور مقبول في الضوء الكويس، وسيلفي 5 ميجا بكسل برضه مقبول في الضوء الكويس لكن مش احسن حاجه. لما نيجي للاداء، فالموبايل بيجي بمعالج الهيليو جي 36 مع 4 جيجا رام و128 جيجا ذاكره داخليه. المعالج ده للاسف معالج ضعيف، ما يقدرش ان هو يديك اداء يومي جيد، وبالتالي ما يقدرش برضه يديك اداء العاب جيد، برغم ان هنا في سوفت وير مخفف وهو على اندرويد 14، لكن برضه اداء الموبايل اليومي مش اداء جيد. نيجي للموبايل الثالث الانفينكس سمارت 8، وده عملنا له ريفيو مفصل ممكن اسيبه لك تحت في الديسكربشن. لكن اختصارا كده، فاحنا قدام موبايل تقريبا بيجي بنفس المواصفات العامه بتاعت الموبايلات دي، نفس التصميم اللي ما يحسكش ان هو رخيص وبلاستيكي بالكامل، نفس البصمه الجانبيه اللي شغاله بشكل جيد، نفس الشاشه ال 90 هرتز ال 500 نتس سطوع، ولكن تتفوق عليهم انها بثقب كاميرا مش نوتش، شكله قديم وحوافها قليله جدا. صوت برضه احادي لكن اعلى شويه، في مستشعر تقارب حقيقي في تطبيق انفينكس الخاص بالمكالمات، كاميرا شبههم لكن بسيلفي احسن وادائها احسن شويه، والبطاريه والشاحن هو نفسهم 5000 ملي امبير وبرضه 10 واط، ولكن المعالج بقى هو اليوني سوك 606، وده زي ما قلت هو قريب قوي من 612، لكن فرق ان هو يعني تردداته اقل شويه من 612، وبالتالي هيدوك اداء يومي جيد ويعتبر في نفس مستوى الجي 70، يدوك اداء العاب جيد. كان بيجي بواجهه اكس او اس، هي مش مخففه قوي، هنا فيها بعض المميزات منها نسختين من نسخه دي والكلام ده. كده نبقى خلصنا نبذه عن كل الموبايلات دي، يجي الوقت اللي احنا نشوف مين الموبايل الافضل انت تختاره. كل الموبايلات في التصميم تقريبا شبه بعض، هيبقى تفضيل شخصي ليك انت عاوز اني تصميم عن التاني. كلهم فيهم بصمه جانبيه شغاله بشكل جيد، كلهم الشاشه بتاعتهم قريبه جدا من بعض، يمكن افضلهم شويه هو شاشه الانفينكس من ناحيه انها بحواف اقل وثقب كاميرا احسن، لكن كمواصفات شبه بعض جدا. كصوت فالانفينكس هو افضلهم، بعديه الاثنين التانيين في نفس المستوى تقريبا، كلهم في منفذ سماعات 3.5 مللي، كلهم مش بيدعموا ان اف سي، كلهم فيهم راديو. الانفينكس هو الوحيد اللي بيجي بتطبيق خاص بالمكالمات، وللاسف الريدمي هو الموبايل الوحيد اللي ما فيهوش مستشعر تقارب حقيقي. كاميرا السيلفي في الانفينكس احسن شويه، ومعالجه الالوان عامه في الانفينكس احسن شويه من الاثنين التانيين. الاداء كنت ملاحظ ان الانفينكس اداؤه احسن شويه عامه من الاثنين التانيين اتقل شويه. طبعا اسوأ واحد في الاداء هو الريدمي اي 3 بمعالج ضعيف،
فده بره الحزب خالص. دلوقتي لو انت رايح تشتري اني واحد، في رايي ان الريدمي اي 3 مستبعد تماما، موبايل بمعالج اقل ما بيقدمش حاجه تذكر في الفئه السعريه دي. خد بالك ان بالثلاث موبايلات دول الانفينكس سمارت 8 هو ارخصهم، دي في حدود ال 4000 تقريبا بالظبط، التانيين قرب الخمسه شويه يعني 4.5 4800. هيبقى الخيار ما بين الريلمي نوت 15 والانفينكس سمارت 8، وفي الحاله دي هما الاثنين قريبين جدا من بعض، لو اخترت واحد فيهم مش هتتضايق. لكن بالنسبه لي شايف ان الانفينكس سمارت 8 بيقدم تجربه احسن، شاشه شكلها جديد، تجربه اداء حاسسها اخف شويه. في خيار تاني انا ما ذكرتوش في الفيديو ده لكن ممكن تفكر فيه، وهو النوكيا جي 21 بسعر 4000 جنيه تقريبا. بس كده، سلام.